ثالث فضاء اخضر اللي كيتفتح للمواطنين واللي كيتفتح للساكنه ديال اكادير من بعد الحديقه ديال بن زيدون والحديقه ديال عبد الرحمن اليوسفي. اليوم الحديقه ديال اولاو اللي تعودت من جديد وفي صبغتها الجديده، وغادي تكون حديقه اخرى ان شاء الله الاسبوع المقبل. يعني هاد البرامج ديال الحدائق وديال ليسباس فير كيكون متنفس بالنسبه يعني الساكنه، وكذلك كيعطي واحد الجاذبيه للمدينه ديال اكادير اللي كتشوفوا بان مدينه في اطار البرنامج ديال التنميه اللي بغاه سيدنا لهذه المنطقه، انه الحمد لله المدن ديالها يعني الطرق ديالها كتغير والشوارع ديالها كتغير يوما عن يوم شهر عن شهر. وشفنا اليوم يعني الساحه الكبيره هنا في طلبوج اللي قمنا بالاحداث السينما، وشفنا كذلك السوق ديال طلبوج اللي تحسن واحد العدد ديال المرائب اللي هما كذلك تبدلوا. فمدينه تسير الى الامام بفضل يعني المجهودات اللي قام بها سيدنا لهذه المنطقه وهذه المدينه بالضبط، وان شاء الله هي الان تستعد لاستقبال زوار المملكه جو من الخليل وجو من المغرب. شكرا لكم.